السلام عليكم. بهالفيديو راح نشرح الدروب بوكس، شلون نسوي فيه اكونت، شلون نرفع فيه الملفات ونشاركها. قبل كل شيء نكتب الدروب بوكس بجوجل او اي مكان او ندش الويب سايت مالهم. طبيعي نحط على الشاشه، لان دروب بوكس عندهم اكثر من باكج او عندهم اكثر من باقه، عندهم البزنس وعندهم البيسك، فاحنا راح نشتغل على البيسك اللي هي العاديه. وهنا نحط الاسم، اسم الاول، اسم الاخير، الايميل والباسورد، واجري حق التيرمز، وعقبها نسوي الاكونت عادي حاله حال اي موقع اخر. الحين صار عندنا اكونت، الحين نروح الايميل ونسوي فيريفاي او تاكيد على الاكونت، عقبها نقدر ندش على الاكونت. عقب ما سوينا فيريفاي حق الاكونت او سوينا تاكيد على حسابنا بالدروب بوكس من الايميل، نرد على دروب بوكس ونسوي ساين ان او تسجيل دخول. هني بس عشان التأكيد يقول لك حط الستور فرونت او واجهات المحلات. حلو، الحين دشينا على الواجهة الأساسية حق البرنامج. لو تشوفون هنا على اليسار عندنا هوم، عندنا فايلز، بيبر، شوكيس. خل نروح على الفايلز على طول. هذه الملفات الموجودة عندنا، هذه الملفات الموجودة حاليا هم حاطينها، طبعا يشرحون فيها شلون طريقتها وشلون يشتغل، فاحنا ما نحتاجها. طبعا هنا نسوي باك، احنا نبي نحط ملفاتنا. فنبدأ بطريقة ان نسوي شنو، ابلود فايلز. نقدر نروح اي مكان احنا نبيه، مثلا نقدر ناخذ صورة عادية، نقدر ناخذ فولدر كامل، او كنسل هني، اقدر اسحبهم كذي، احددهم اسحبهم احطهم على طول دايركت. وهنا يحط ابلود ايش كثر وقت اللي باجي على ما يصير لهم ابلود. هذول هم الصور. زين، هذول الملفات انا ما احتاجهم. ليش؟ لانهم اوريدي موجودين وانا ما احتاجهم، ما احتاج فيهم، فاحددهم واضغط هني ديليت او رايت، ما تضغط رايت كليك، احددهم هني ديليت. حلو، ممتاز. نفترض انا عندي مثلا الفولدر هذا او الملف، ابي ارفعه واحطه هني، اخذه اسحبه احطه هني، فاوريدي قاعد يصير الابلود كامل، باقي له 30 ثانية وصلوا. حلو، نفترض ان الحين عندي هذول الصورتين بحطهم بملف، بملف بروحهم. فهم من هني اروح على النيو فولدر، هسمي هاي مثلا كاو، هذا اللي انا سويته توني من سطح المكتب، وهذا اللي انا توني سويته. افترض اني ابي احط الصورة هذه داخل، احددها او اروح هنا موف، يقول وين تبي توديها، وديها مثلا هاش فتروح، او اقدر اسوي لها كوبي واحطها هنا كاي. ممتاز. انزين، لو بفترض ان انا ابي اسوي لها شير او ابي اشاركها مع احد، مثلا ابي ادزها كلينك حق شخص معين، احدد هني واضغط شير. هذا طبعا حق الصوره بروحها، فيقول تبي تدزها حق ايميل او تبي تسويها لينك، فنفضل انا اللينك. فايش سوى؟ سواها لينك، فاضغط هني كوبي لينك. فلو نروح هني اضغط واحط اللينك، راح يفتح لي الصورة على طول اللي انا شاركتها وياه كاي. ممتاز. انزين، هنروح حق اللي وراه. انا توني سويت شنو، طبعا النافيجيت او تنقل الملفات من هنا. لو بفترض اني انا بروح مثلا حق هذا اللي انا توني سويته، طبعا نقدر نرفع وورد، بي دي اف، اي ملف نبي. الحين مثلا هذا البي دي اف كاهو موجود، اقدر اكتب كومنت هنا عليه اللي ابي، او مثلا انا عندي الملف هذا بكبره ابي ادزه حق واحد، مثلا اقول ترى هذه ملفاتي ابي يشوفها. نفس السالفه،
يا اضغط على شير او من هني شير. اقدر ادز الايميل دايركت او اقدر اسوي لينك. وهني في شغله مهمه، هل اللي دزيتها له تبي يقدر يسوي على ايديت ولا بس فيو يشوفه؟ فانا ابي بس يشوفه اللي هو فيو. كرييت لينك، سوى اللينك الحين، اضغط كوبي لينك، كاهو لينك كوبي، اروح هني بيست انتر كاف الملف. فهذه طريقة الدروب بوكس، شلون نرفع الملفات، شلون نقدر نشاركهم، وأي ملف سويتوه له شير أو شاركتوه راح يبين هني إنه شنو إنه عليه شير. نفترض مثلا أنا شاركته مع أحد وأبي أكنسل اللينك هذا، فأنا من خلال الشير أروح على اللينك سيتنجز، إذا آخر شيء تحت مكتوب هني ديليت لينك، خلاص اللينك انمسح. وفي طريقة ان تقدرون تنزلون برنامج الدروب بوكس على كمبيوتركم ويصير مثل فولدر او ملف موجود بالكمبيوتر، اي شيء تحطونه فيه يروح هني دايركت. وبعد تقدرون تنزلون دروب بوكس على تليفوناتكم، سواء كان ايفون ولا اندرويد ولا سامسونج ولا حتى الايباد، وتقدرون تشاركون الملفات، وتقدرون حتى تضيفون فيها ملفات من خلال التليفون. لو تفتحون حتى الاكونتكم بالكمبيوتر راح تلقون نفس الملفات موجودة. وهذه الميزة الموجودة بالدروب بوكس. يعطيكم العافية.